أحب أعرف بداية عن نفسي وعن فريق العمل المميز اللي شاركنا فيه الجيماثون. أخوكم معكم عبد الله راشد آدم، وبتشوفوا ريان المدوح، فيصل عتيبي، فيصل ضبيب، ومنيرة الزمان، وعليا آل الشيخ. احنا بحمد الله وتوفيقه بداية أسسنا نادي الجيم ديفلوبمنت كلاب، نادي تطوير الألعاب بجامعة الفيصل، بداية من 2022. وكان الجيماثون تقريبا أول مسابقة احنا نشارك فيها، وكانت الحمد لله بفضل الله وبحمده انها كانت مسابقة ناجحة جدا، وطلعنا منها بثمار كثيرة وعديدة. معكم ريان الدوح. بالنسبة للعبة اللي فزنا فيها بالجائزة الثانية والجائزة الكبرى أيضا بنفس اللعبة، اسم اللعبة Kingdom Surfer. اللعبة هي 2D platform endless runner، بحيث أن اللاعب دائما طول الوقت surfing باللعبة، لازم يتعدى الحواجز والobstacles بحيث أنه ما يموت ويكمل اللعبة، وكل ما يطول باللعبة كل ما سكور يزداد. ومن مميزات اللعبة ان الثيم والارت والرسم اللي فيه يعطي احاة ان اللعب بالسعودية وبالبر. اسمي فيصل زياد العتيبي، طالب هندسة برمجيات ومطور العاب. بالنسبة للعبة ريهاب اسكيب، هي لعبة علاج طبيعي بالواقع الافتراضي، تتيح اللعب تجربة عدة تمارين في بيئات متنوعة مختلفة، وتتيح ايضا تتبع النقاط والفورم حق الاكسرسايز. معكم فيصل الضبيب. بالنسبة للمسارات اللي شاركنا فيها، شاركنا في 3 مسارات: الـ VR Health والـ Culture and Heritage والـ VR Tourism، والحمد لله فزنا بالمركز الثاني في الـ VR Health والـ Culture and Heritage بالمركز الثاني، وفزنا الجائزة الكبرى في الـ Culture and Heritage. معكم نيرة الزمان. ختاماً نحب نشكر جميع فريق العمل على شغلهم الجبار اللي سووه معانا، وأكيد ما ننسى جامعة الفيصل والدكتورة أريج والدكتورة هدى على تعاونهم معنا طوال هذه الفترة. وأخيراً وليس آخراً، نشكر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والدعم الأكبر لهذه البطولة. نود أيضاً نوجه شكر خاص للأهل على دعمهم المستمر معنا.